يا صباح الخير والسعادة والجمال على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، أكيد هنتكلم مع حضراتكم من خلالها عن كل المستجدات المتعلقة بالنادي الأهلي ولا سيما مباراة الأمس. عندنا كلام كتير هنتكلم مع حضراتكم فيه في هذا الإطار، طبعا إلى جانب كلامنا في موضوعات تانية وملفات جديدة هنفتحها مع حضراتكم من خلال سياق حلقتنا النهاردة. صباح الفل عليكم وصباح الفل عليك يا نهوى. صباح الخير والنصر بقى كريم زي ما احنا متعودين. الحمد لله لما الأهلي بيفرحنا وبنفوز بأي مباراة كمان في أي بطولة بنيجي ونقول صباح النصر. يمكن المباراة امبارح ما كانتش أداء الأفضل، برضو خلينا نبقى نتكلم كلام يعني بمنتهى الشفافية، ما كانتش الأفضل، أداء شوية ما كانش يعني أحسن شيء، لكن هنتكلم في كل طبعا حيثيات المباراة وهنتكلم في كواليس المباراة كمان وهنتكلم في الفنيات. أكيد عندنا كمان مباراة مهمة جدا خلاص سان داونز، لكن كانت نهاية قبل السفر برضو يا كريم مهمة جدا. النصر ده كان لازم ولا بد، وما كانش فيه أوبشن تاني زي ما بتعمل، ما كانش فيه رفاهية أن أنت تضيع نقاط أو ما كنتش تفوز طبعا بالمباراة بالأمس. بس احنا اتكلمنا في الكلام ده امبارح تحديدا وقلنا لحضراتكم المباراة مش هتكون سهلة أبدا، لكن الحمد لله أن احنا حققنا يعني السكور اللي احنا كنا نتمناه. على كل حال هنتكلم في التفاصيل دي كلها، بس خلينا ننوه برضو عن الفقرات زي ما احنا متعودين مع حضراتكم. فقرة أولى دكتور أحمد آدم رئيس اتحاد رياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي، وأعتقد ملف مهم جدا ونعرف حضراتكم الفئة دي من المجتمع بتقدم إيه، وفي نفس الوقت إيه الحقوق اللي هي بتكتسبها، وفي نفس الوقت إيه الواجبات اللي عليها، وفي نفس الوقت إيه اللي ممكن تقدمه كمان على مستوى الرياضة. هنا بنتكلم يعني أشخاص يا كريم ممكن يكونوا صحيا غير أسوياء، لكن ما فيش حاجة اسمها الحياة كده وقفت، ما فيش حاجة اسمها خلاص احنا مستنيين مثلا اللحظة اللي نموت فيها احنا حياتنا ملهاش معنى، الكلام ده مستحيل. فبجد هتبقى قصص كمان هنتكلم مش بس عنها، هنتعلم منها. يعني انا بأكد حضراتكم بجد هتكون فقرة طاقت في غاية الأهمية. فقرة تانية هيكون معانا الأستاذ صبري سراج الناقد الرياضي، هنفتح يعني ملفات كتيرة جدا سواء محليا أو عالميا، عندنا كلام كتير جدا، وطبعا دوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية المختلفة، هننطلق لكل ده أكيد، وكمان منتخبنا كمان والقائمة والمحترفين وغيره. وفقرة طبية أخيرة مع دكتور باهر السعيد. طيب نبتدي بقى مع حضراتكم بماتش امبارح، وامبارح طبعا الأهلي حقق فوز مهم ومطلوب بطبيعة الحال على المقاولين العرب بهدفين مقابل هدف في اللقاء اللي كان مؤجل من الجولة 17 لمسابقة الدوري. سجل الهدف الأول علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة، وأضاف محمد هاني الهدف الثاني في الدقيقة 22 من كرة حولت مسارها بعد ما خبطت طبعا في أقدام لاعب المقاولين لتسكن شباك الفريق المنافس. الماتش ابتدى بضغط مبكر للفريق، لكن دفاع الأهلي ظهر بشكل قوي جدا، ولكن في الدقيقة 43 نجح طبعا في الفريق المنافس في انه يحرز هدفه الوحيد، وانتهت المباراه بنتيجه 2-1 لصالح النادي الاهلي. طيب اتكلمت وقلت في الاول يعني ما كانش في تالق او ما كانش الاداء افضل شيء للنادي الاهلي، لكن ده مش معناه ان ما كانش في لعب حلو، في بعض الاحيان ما كانش في كور حلو، ما كانش في لعيبه ادت بشكل خلينا نقول محترم او بشكل كبير في الملعب. خلينا نقول فعلا محمد عبد المنعم قدر ان هو خلال الماتش يتالق، وكمان بالمناسبه وحصل على جائزه رجل المباراه، ولا ونقدر نقول هو قدم كمان اداء مميز الى حد كبير، هنقول اداء حتى فردي، بس هو قدم اداء مميز، كان ليه بصمه خلينا نقول كمان في الدفاع تحديدا، ساهم في تحقيق كمان الفوز ومواصله التربع على صداره هنا الدوري. بنتكلم دلوقتي برصيد 44 نقطه، يعني الاهلي قدر ان هو يعزز بيها صداره البطوله. كولر كمان كان ليه تعليقات كالعاده بعد المباراه، وهو كان بيتكلم ان الفوز ده كان مهم جدا، وان هو مهم كمان خاصه ان انت قبل او التوقيت تحديدا قبل السفر يعني لجنوب افريقيا ومواجهة سان داونز في دوري أبطال إفريقيا. خلينا نروح نتابع جزء من تصريحات كولر لأنه امبارح اتكلم كلام مهم جدا، ونرجع نكمل. Das war ein schwieriges Spiel für uns. كان ماتش صعب بالنسبة لنا. Wir wussten, dass das nicht einfach wird. Wir hatten كنا عارفين إنه هيبقى ماتش صعب علينا. Wir hatten einen sehr guten Start mit dem Elfmeter frühzeitig und dann nach 20 Minuten mit dem 2-0. بدأنا الماتش كويس، جبنا ضربة جزاء في الأول خالص، وبعدين جبنا جون تاني وبقى 2-0 والأمور المفروض تبقى أسهل. Aber dann ist der Gegner leider zurückgekommen auch mit vor der Halbzeit noch mit einem Gegentor. لكن للأسف بقول للأسف طبعا المنافس قدر ان هو يرجع ويجيب جون في اخر الشوط الاولاني يرجعه للمباراه تاني. Wo wir hundertprozentig Leistung bringen müssen.
وكان مهم بالنسبه لنا، وانا سعيد بده ان احنا قدرنا ننقذ الفوز بتاعنا باقل مجهود ممكن. كان مهم جدا ان احنا نوفر طاقتنا في ماتش النهارده قدر الامكان، عشان عندنا ماتش يوم السبت، ماتش كبير جدا، ماتش صعب جدا وعايز مننا كل حاجه. So sind wir froh über den Sieg und die drei Punkte. وعشان كده احنا سعداء بالفوز وبالثلاث نقاط. Yeah, also lange Bälle, wir wollten natürlich oder wir möchten auch gerne lange Bälle drin haben, nicht nur, aber es ist auf diesem Platz auch schwierig, wirklich technisch hochstehen, am Boden spielende Bälle zu spielen, weil er halt nicht sehr eben ist. Und das macht das technische Fußball schwierig. بالنسبه للكره الطويله مطلوبه مع الكره، مش هي ما بتلعبش بس على الارض، ممكن من حين لاخر تلعب كره طويله، لكن ارض الملعب زي ما انتم شايفين صعبه جدا جدا ان اي حد يعرف يلعب كره على الارض بيها. ملعب سيء جدا وحالته ما تسمحش ان الواحد يقدر يلعب كره على الارض او انها تبقى كره تتحرك بشكل سهل على الارض. Wir wollten auch natürlich lange Bälle spielen, wenn das möglich ist, aber nicht auf die Köpfe der gegnerischen Verteidiger, sondern dass sie hinter der Abwehr runterkommen. Wir wollen, wenn die Kurve طويلة تتلعب عند الضرورة، ما تنزلش عند رأس مدافعين الخصم، ولكن تبقى توصل لظهر المدافعين. ده كان الغرض لو كرة طويلة تلعب. Jetzt kann man sagen, okay, die gegnerischen Verteidiger haben das gut verteidigt. Oder wir haben es nicht, wir haben es zu wenig lange gespielt. Oder zu wenig, dass sie hinter der Verteidigung. وهنا في حاجتين، يا اما مدافعين المنافس كانوا كويسين جدا فبيقدروا يقطعوا الكور دي بشكل كويس، او لعبتنا ما كانتش قادره توصل الكوره للمنطقه اللي المفروض الكوره توصل لها بالقدر الكافي. Ich wollte da einen Wechsel machen, weil es mir zu hektisch war und er nicht jetzt irgendwie da viel Ruhe reingebracht hat und darum habe ich. كنت عايز اعمل تغيير عشان خاطر كنت عايز هدوء شويه بالكوره ونكون نسيطر على الكوره اكتر شويه، كنت حاسس ان في تسرع منه شويه، كنت عايز حد يكون يقف على الكوره اكتر او يكون اهدى والكوره معانا. طيب برضو عايزين نعرف حضراتكم انه كابتن سامي قمصان هو كمان كان ليه مجموعه من التصريحات اللي اتكلم من خلالها عن ان الفريق حقق المطلوب منه، وان المدير الفني بيتعامل مع كل مباراه على حده بتركيز كامل 100%. تعالوا نشوف كابتن سامي قمصان قال ايه. اتفضل. اولا طبعا ثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا، يعني انت اتكلمت على الاصابات واتكلمت على ضغط المباريات واتكلمت على موقفنا الافريقي، فكل الحاجات دي طبعا عوامل غير الاصابات بقى اللي احنا لحقها الفتره اللي فاتت دي كلها. لكن رغم كده الحمد لله بتقابل برضو فرقه منظمه من اول موسم، كابشاو عامل معاها شغل كبير جدا، منظمين تكتيكيا، بيلعبوا سيستم لاعب مميز. الماتش سهل لنا في الاول، احرزنا هدفين، اعتقد يعني الجون اللي دخل فينا في نهايه الشوط الاولاني دي مأثر علينا شويه، لكن الحمد لله ان اللعيبه ترجع وتقدر تحافظ على المكسب ده، اعتقد ان دي حاجه ايجابيه. لكن خطوه مهمه خدناها الحمد لله، خدنا ثلاث نقاط مهمين بالنسبه لنا نعزز بيها موقفنا في الدوري. لكن بقى الاهم ان شاء الله بقى المباراه اللي جايه، خصوصا مباراه سان داونز، يعني ان شاء الله نستعدلها بشكل كويس وان شاء الله ربنا يكتب لنا فيها التوفيق ان شاء الله. الايجابيات بتكون مستمره الحقيقه في كل مباراه، القندوسي مميز جدا الحقيقه، طاهر، محمد طاهر، بنشوف كمان رافت خليل، بنشوف عدد من اللعيبه. الامور دي بتتحسم ازاي بالنسبه للجهاز الفني؟ لان انت محتاج الكل يكون جاهز يا كابتن سامي، في اي وقت يكون مطلوب يكون جاهز. الدور ده بتقوموا بيه ازاي كجهاز فني بالكامل يا كابتن؟ هو دور ده الحاجه اللي دايما الراجل بيتكلم عليها، يعني المهم جدا تجهز كل اللعيبه. يعني ان احنا فتره قريبه جدا كل اللعيبه شاركت، يعني حتى اللعيبه الصغيره، انت بتقول رأفت واشرف وكوكا وفخري قبل كده، فكل الناس شاركت يعني. وده الاهم بالنسبه لنا، ان انت تجهز اللعيبه بشكل كويس بدنيا وفنيا وخططيا، عشان لما يبقى طلب منه اي دور يقدر ينفذه. يعني فاعتقد الحمد لله زي ما انت قلت النهارده طاهر بيأدي اداء مميز، قندوسي بيواصل، رأفت بيخش في الاجواء اكتر واكتر وبياخد خبرات اكتر واكتر، فالحمد لله دي حاجات ايجابيه. لكن زي ما انا قلت لك الحمد لله دي خطوه وانتهت بالنسبه لنا، ان شاء الله نفكر بقى في التحدي الكبير اللي بالنسبه لنا مباراه سان داونز ان شاء الله. الاخير مش هطول عليك يا كابتن سامي، الفصل مهم جدا في هذه المرحله ان انت تفصل عن بطوله الدوري العام وبطوله افريقيه، لان انت هنقول 2-1، مباراتين بالنسبه لسفريه واحده كان مباراتين مهمين جدا لفريق النادي الاهلي. الاستعداد هيكون ازاي والرغبه وحاله اللاعبين قبل السفر ازاي يا كابتن؟ زي ما انت قلت خطوتين مهمين جدا، يعني مهم جدا ان انت تاخدهم الاثنين، خصوصا بعد طبعا النهارده مكسب الهلال. المجموعه بقت صعبت اكتر يعني، لكن ان شاء الله في ايدينا واللعيبه قادره على كده واتحطت في الموقف ده قبل كده، ان شاء الله نقدر نعدي المباراتين ونحسن وضعنا في الجدول، وان شاء الله نفكر بقى في اللي جاي باذن الله.
قندوسي كمان من اللعيبة اللي اندمج بشكل كبير كريم في الفترة الأخيرة وسريعا، يعني يمكن عندنا كذا بفكر بيفكرني شوية بدر بنون أول ما جه برضو كان في كيمستري سريعة بينه وبين اللعيبة، واتكلم تحديدا بعد المباراة كمان على النقطة دي، قالك أنا حسيت بأن أنا انسجمت بشكل كبير جدا وسريع مع اللعيبة، وده بفضل الروح الموجودة في النادي الأهلي. خلينا نسمع تحديدا كمان قال إيه ونرجع نكمل. احنا بنعمل بجد عشان نكسب مباراة، وكما شفت اليوم الحمد لله كسبنا مباراة مهمة وان قدرنا نبعد المنافس اللي مورانا، وان شاء الله احنا راح نجيريوها مباراة بعد مباراة، وهذه مباراة هي اللي راح تخلينا نروحوا بمعنويات كبيرة لجنوب افريقيا. القندوسي وسر الانسجام والروح الكبيره جدا في اوضه اللبس مع لعيبه النادي الاهلي ومستر كولر والكابتن سامي ومصان كابتن سيد، ازاي قدرت تنسجم سريعا كده مع الكباتن الكبار مع لعيبه النادي الاهلي فتره قليله جدا يا قندوسي؟ الحمد لله، هما لما جيت مع الفريق جديد ما حسيتش اني لاعب جديد، انسجمت معهم في المجموعه بسرعه لانهم هما عاملوني كاني لاعب معهم منذ مده. سان داونز عندنا كمان مباراه القطن، لكن البدايه سان داونز شايف المباراه ازاي؟ يمكن الامور صعبت شويه يا احمد بالنسبه للمجموعه، لكن ثقتنا كبيره جدا فيكم وفي الجهاز الفني، شايف صعوبه المباراه ازاي وهتستعدوا ليها ازاي والرغبه عند القندوس ازاي في هذه المباراه؟ احنا كما قلت لك ربحنا اليوم هذه المباراه هي اللي راح تخلينا نروحوا بمعنويات كبيره لجنوب افريقيا، احنا ما عندنا حتى حل واحد اخر من غير الفوز، لانه نكسب مباراتين هذو عشان تبين الحلول في المجموعه، واحنا ان شاء الله نحجز مقعد في الدور الثاني ان شاء الله. بطول عليك، لكن رساله لجمهور النادي الاهلي اللي بيساند وبيدعم وبيأزرك بشكل شخصي كمان يا احمد ولسه منتظر منك كمان، تحب تقول لجمهور النادي الاهلي في هذه اللحظه؟ نشكر جمهور الاهلي بزاف ونقول لهم التفوا معنا مع الفريق عشان انتم نصف الفريق. النهارده ان شاء الله الفريق هيغادر القاهره اكيد استعدادا لخوض مباراته المرتقبه امام سان داونز، طبعا في استعدادات على كل المستويات وعلى كافه الاصعده بدنيا وفنيا وكمان طبيا وايضا غذائيا. بالمناسبه الدكتور ايهاب علي مستشار التغذيه لفريق الكره قال انه حدد البرنامج الغذائي الخاص برحلتي الفريق في جنوب افريقيا وكمان في الكاميرون بما يتناسب مع الاجواء الموجوده في البلدين دول، كمان تم وضع برنامج خاص لبعض اللاعبين اللي بيخضعوا لتدريبات علاجيه واستشفائيه للاسراع في تجهيزهم، واضاف كمان فيما يخص رحله جنوب افريقيا الفريق هيتواجد في مدينه بتتميز بارتفاعها نسبيا عن سطح البحر وبالتالي هيكون في نقص ملحوظ في الاكسجين، وبناء عليه هيقدموا للاعبين انظمه غذائيه يستطيعوا من خلالها ان هم يتعاملوا مع الضغوط الجويه ومساله نقص الاكسجين. اشار ان الاغذيه اللي هتقدم للاعبين هتكون غنيه بالحديد والنترات والفيتامينز اللي بتساعد كل لاعب في عدم التاثر بالارتفاع عن سطح الارض. ايه موضوع نقص الاكسجين ده؟ ده حصل قبل كده في كذا مره، في دول كتير بيبقى يعني جغرافيا هي مرتفعه عن سطح الارض، لما تيجي تبذلي اي مجهود ناهيكي بقى لما يكون المجهود ده كمان ماتش كوره، بتجدي صعوبه في ان انت حتى تاخدي نفسك، يعني النفس اللي بتاخديه الاكسجين اللي بكل مشكله، يعني عوامل مش حلوه ابدا. اول مره اسمع الموضوع ده على فكره. حصلت قبل كده مع المنتخب وحصلت مع النادي الاهلي يمكن عشرات المرات، يعني في دول بعينها معروفه دايما ان فيها يعني درجات حراره مختلفه ونسبه اكسجين قليله، ودي بتستدعي بطبيعه الحال استعدادات خاصه جدا. اوكي بص بقى، خلينا نروح للخبر اللي جاي لان الخبر ده حلو جدا، وبنتكلم هنا تحديدا عن فرق يعني قطاع الناشئين لكره القدم طبعا من النادي الاهلي اللي وصلت تفوقها، ومش اي تفوق، تفوق كامل على فريق الزمالك في جميع المراحل السنيه المختلفه ببطولات الجمهوريه. طيب فوزنا بايه او حققنا ايه؟ حقق فريق مواليد مبدئيا كده 2005 كان بالامس الفوز على الزمالك ده في الملعب بتاعهم ب 100 عقبه بهدفين مقابل هدف عشان يصل الاجمالي هنا ل 8 انتصارات في 8 مباريات، بنتكلم بالعلامه الكامله. طيب في وقت ناخد كده بعض برضو الفرق اللي فازت، خلونا نروح سريعا. فرق عندك شباب الاهلي مواليد 2001 بقياده شريف عبد الفضيل نجح في الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف. فريق الاهلي مواليد 2003 بقياده محمد شرف فاز على الزمالك بهدف. عندك فريق الاهلي مواليد 2005 بقياده علاء عبده فاز على الزمالك بهدف دون رد، ده كان خلال مباراه الدور الثاني امبارح اللي فاز عليه بهدفين مقابل هدف. يعني في وقت ثاني ناخد مواليد 2006 فيها كريم بقياده سيد غريب فاز على الزمالك بثنائيه دون رد. طب ناخد كمان مواليد 2007 بقياده اسامه زكي فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ده كان برضو في الدور الاول ونجح كمان في تكرار الفوز بنفس النتيجه خلال الدور الثاني. عايز نكمل؟
ولا كفايه كده؟ اقول لك ردي. طب خد 2008 طب الله يروح ل 2008 كمان بقياده تامر حسن فاز على الزمالك بهدفين برضو دون رد. لا بجد والله لو هنتكلم تألق محترم جدا طبعاً. وفكره ان انت تتكلم عن ناشئين النادي الاهلي ان هم بهذا المستوى وواضح ان كده الدنيا ماشيه كويس. انت القصه كلها ان انت لازم قاعده الناشئين تكون متركز فيها، يكون عندك فعلا نجوم. وطبعا احنا ناشئين الاهلي طلعت نجوم كتيره جدا على مدار تاريخ النادي الاهلي، لكن احنا بنتكلم كمان فيما هو قادم. الموضوع مطمئن الى حد كبير، انت عندك قاعده كبيره جدا وعندك فوز بيحصل ورانكينجز حلوه جدا وبطولات كتيره بيحصلوا عليها الناشئين، خصوصا لما بتتكلم عن يعني المنافس الاكبر اللي هو نادي الزمالك بهذا الفوز اللي احنا دلوقتي لسه كنا بنتكلم مع حضراتكم عليه. لا الدنيا كده اعتقد ماشيه في طريق سليم جدا، فبرافو ويكملوا على كده ان شاء الله. ما هو عشان كده كالعاده برضو حضرات النادي الاهلي دايما هو النادي الاهلي ايا كانت الفئه العمريه اللي فيه لعيبه لابسين تيشيرت النادي الاهلي بموجبها، فهم مسيطرين ومهيمنين. الهوندس استعرضت معانا وقعدت تفند اعمار مختلفه، تقريبا دي تقريبا الفئه العمريه يعني او الفئات العمريه اللي بتشكل قوام الناشئين بالزبط. كمبدا عام، فيعني فبسم الله ما شاء الله حاجه عظيمه جدا. ان شاء الله باذن الله كمان يوصلوا التالق والنجاح وما يدخلوا بعد كده بقى في الفريق الاول يعملوا شغل احلى واحلى كمان باذن الله. برضو عايزين نعرف حضراتكم بخصوص اجتماع مهم تم امبارح. المكتب التنفيذي للنادي الاهلي عقد اجتماع مهم جدا بالامس برئاسه العمري فاروق طبعا نائب رئيس النادي لمناقشه عدد من الملفات المختلفه، وكمان استعرض اللائحه الخاصه بالتنس المقدمه من اداره النشاط الرياضي، كمان استعرض تقرير خاص عن تطورات مشروع البطل الاولمبي وكذلك الانشطه اللي هيتم تنفيذها خلال الفتره المقبله ان شاء الله، وناقشوا اخر الاستعدادات الخاصه باستضافه النادي لبطولتي كاس السوبر الافريقي وايضا كاس الكؤوس لكره اليد. اعتمد طبعا المكتب بعض الأنشطة الخاصة بشهر رمضان ومنها مسابقة حفظ القرآن الكريم لأعضاء النادي، ودايما دي من النشاطات الجميلة جدا. احنا دايما الحقيقة لازم نثني ونشيد على الأداء الأكثر من رائع لكل اللجان المختلفة في النادي الأهلي اللي مش بيسيبوا الحقيقة لا كبيرة ولا صغيرة تخص أي عضو من أعضاء النادي الأهلي على أي مستوى غير لما بيعملوا له بمجابها إيفنتات كتيرة في منتهى الأهمية. أنا بتفق معاك، وبمناسبة إن أنت ذكرت يعني مشروع البطل الأولمبي طبعا ده اللي كان تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وتنسيق مع جهات مختلفة. يعني أنا بشوف إن المشروع ده وكلمنا فيه قبل كده وكلمنا فيه كمان بالتفصيل، بس أنا بشوف المشروع ده من أنجح المشاريع اللي يتم إصدارها من قبل وزارة الشباب والرياضة مؤخرا، لأن تاني هنرجع نقول الفكرة بتاعت مشروع البطل الأولمبي هو إعطاء فرصة لمن ليس له فرصة، فكرة ان انا اروح لاماكن واماكن خلينا نقول يعني برضو شوية فقيرة مهمشة واتفر يعني اختار، بس يعني مش عايزين نستخدم قوي المصطلحات دي، بس هناك انت بتروح وتدور على ابطال وتدور على يعني بعض الاشخاص سواء رجال هنا او بنات او ولاد يعني على الصعيد السيدات والرجال، ان انت تحاول تديهم فرصه ان هم يبقوا بطل او ابطال اولمبيين بعد كده بيرفعوا او بيرفعوا اسم مصر كمان في بطولات دوليه. فدي حاجه اعتقد حلم ناس كتيره لكن ما بيبقاش في فرصه. وعلى فكره كريم زمان والله انا كنت بنزل بعمل تقارير مختلفه في بعض الاحياء وغيره والقرى الفقيره جدا زمان يعني كان بيطلق عليها كده، الكلام ده بكلمك من 8-9 سنين حاجه زي كده يعني. لا انت كنت بتشوف بجد بتكلم معاهم يقول لك انا ابني نفسه ياخد فرصه، كان انا مش هنسى العيله دي والله. كنت مره بصور كان ناس يعني مش فاكره التقرير كان عن ايه، بس كان حد من الاهالي بيكلم يقول لي انا ابني ده بس ادوه فرصه وهتشوفه، كان عنده مثلا 5 سنين حاجه زي كده. لحد دلوقتي انا فاكره كنت وقتها ما هتقول له ايه يعني، لو كان المشروع ده موجود كان ممكن نقول له طب تعالى نقدم لابنك. ما كانش في وقتها كمان اهتمام قوي بمراكز الشباب زي دلوقتي، الطفره اللي حصلت مراكز الشباب المختلفه كل ده كان في السنوات القليله الماضيه. فانا شايف ان ده من انجح مشاريع فعلا، واعتقد ان هو ممكن يطلع لنا ابطال كتير جدا في المستقبل اولمبيين ان شاء الله. بص يا نهاوند بلدك دي فيها مليون محمد صلاح مفهوم تحت الرمله ما حدش يعرف عنه حاجه، وفيها مليون نهل رمضان وفيها مليون سمر حمزه وفيها مليون بطل وبطله اتيحت ليهم الفرصه من خلال يعني من محاسن صدفهم يعني الحياتيه ان هم جات لهم الفرصه لكده. لكن تاكدوا حضراتكم ان بلدنا دي في كل قريه في كل عزبه في كل نجع في كل كفر في كل حاره ضيقه في محافظه نائيه او بعيده، تاكدوا ان احنا عندنا ناس كتيره جدا لو عصرتهم هيسقطوا موهبه، لكن مش لاقيين حتى حد يشوف موهبتهم دي. فطبعا من هذا المنطلق ده مشروع في منتهى الاهميه اكيد. رائع جدا. طيب احنا قبل ما نروح فاصل لازم ما ننساش ان احنا النهارده
يعني نقول كل سنة وكل امرأة في هذا الكوكب بقى مش بس في مصر يعني فهذا الكوكب فعلا بخير ونكهة. النهاردة بنحتفل يوم 8 مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي. طبعا هو ده ليه تاريخ وليه قصة كبيرة جدا يعني خليني أقولها لحضراتكم برضو سريعا. ده كان عام 1908 تحديدا لما القصة كلها ابتدت باحتجاجات طبعا في مدينة نيويورك كانت من بعض العاملات هناك في الأمريكان يعني كانوا بيطالبوا في المسيرة الاحتجاجية دول ان هم يحصلوا على ساعات عمل افضل وان هم يقدروا ان هم ينتخبوا في الانتخابات وفي نفس الوقت ان هم يعني يبقى في اجور متساوية. على فكرة لحد دلوقتي في امريكا في بعض يعني الولايات لا تتساوى فيها الاجور بس على كل حال ده كان عام 1908. الاحتجاج ده اصفر بعد كده عام 1911 بقى في اليوم العالمي للمرأة ده اول سنة احتفلوا بيها عام 1975 بعد كده اقرته الامم المتحدة كيوم رسمي او احتفال رسمي كل سنة. فيعني قصة برضو فيها اكيد كفاح للمرأة وبنعتز بكل امرأة ناجحة وتحديدا لو هتكلم عن المرأة المصرية بنعتز بكل امرأة قدرت رغم اي ظروف وتحديات وعادات او تقاليد او افكار هنقول ذكورية كانت في بعض العصور ان هي تقدر ان هي تتحدى كل ده وتثبت نفسها وتشتغل. على فكرة كريم والله فعلا الست بتشتغل او بيبقى مطلوب منها ضعف اللي الراجل بيعمله عشان تقدر تخلي المجتمع يتقبل اللي هي بتأديه لان دايما تبقى المرأة في بعض الاحيان يعني مصدر كده ايه شك هي شاطره ولا حد في ظهرها بيساعدها ولا هي حد جايبها واسطه ولا هي بيجيبوها عشان اموره ولا هي ايه اللي جابها المكان ده. عارف دايما في تشكيك بشكل كبير جدا على عصور مختلفه لكن المراه القويه هي لا تلتفت لكل ده هي بترد على الارض زي ما بتقال وبتشتغل وبتنجح. فتحيه كبيره جدا واحنا في الفتره الاخيره زي ما بيطلق عليه في مصر العصر الذهبي للمراه المصريه. فكره هنا العدد النائبات في مجلس النواب عندنا فكره عدد الوزيرات اول مره تكون يعني سابقه في مصر في يعني حاجه ما كانتش ابدا كنا بنشوف وزيره او اتنين دلوقتي كان عندك اعداد كبيره جدا ومتالقات في اماكنهم كمان. فكل سنه واحنا جميعا بخير. المراه المصريه دي ممكن واحد يقعد يتكلم عنها مش حتى حلقه كامله ده عايزه يوم من بابه يوم من اوله على بعضه لان المراه المصريه الحقيقه من قديم الازل طول عمرها ايقونه ونموذج للكفاح وكمان طول عمرها ليها ايادي بيضاء على كل الاصعده حتى في الحالات الحروب يعني برضو كان ياما للمراه المصريه ليها ادوار في منتهى الاهميه هي الجده وهي الام وهي الزوجه وهي الابنه وهي الاخت. هي بيقال عليها مجازا ان المراه هي نصف المجتمع لكن لو ركزنا هنلاقي ان هي المجتمع كله هي قوام الاسره. حلوه دي منك دي حقيقه. لا والله بكلمك بامانه دي صحيح. حقيقه فعلا لما تركزي كده ما هي المراه نصف المجتمع وهي اللي بتولد النصف الاخر كمان وبتربيه من على كل على كل الاصعده وهي مصدر أمان طول عمرها بالنسبة لأي رجل. على فكرة أي رجل مهما كان يعني سنه بتلاقيه في العالم كله وفي الكون كله كوم ولكن لما يتواجد في حضن والدته ده موضوع تاني بيقلب طفل صغير فعلا. فأكيد كل التحية والتقدير والاحترام للمرأة المصرية بصفة خاصة وللمرأة بشكل عام. وعلى فكرة ده شهر الاحتفال بالمرأة يعني النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للمرأة وكلها أيام وهنبتدي نحتفل برضو أكيد بعيد الأم. كل سنة وكل حضراتكم طيبين وأنت طيبة يا نوال. وأنت طيب ممكن أحكي لك قصة تضحك قبل ما نطلع بمناسبة التضحية بتاعت المرأة يعني خير. في قصة من كام سنة كده واحده ست حرام ده انتشرت يعني في الصحف كانوا عاملوا معاها لقاءات كانت متجوزه واحد ما اعرفش حكيت لك القصه دي ولا لا وهي غلبانه جدا يعني كان محتاج يعني كلى كان محتاج فتبرعت له بواحده من كليتها يعني بعد ما تبرعت له كان جوزها بعدها مش عارفه بكام شهر ولا سنه حاجه زي كده بعد فتره يعني اتجوز واحده ثانيه حب يعملها مفاجاه حتى لو ما كانوا أدخل أجيب الكلية بتاعتي بقى يعني أنا لو ما كان هعمل كده بس أصيل طلع أصيل 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 لا دي كانت قصة منتشرة قوي وكانت الناس أول كلها أول مرة أسمعها بحاجة تانية يعني خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. يا أهلا بكم مرة تانية رجعنا عشان نكمل كلامنا مع حضراتكم وتعالوا بقى نروح نتعرف سوا على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي بفروع مختلفة من خلال زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم. هنا موجودة حاليا في فرع النادي الأهلي بالجزيرة. يا صباح الفل عليك يا هنا تفضلي.
يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم، وبدون راحة الفريق بيواصل تدريباته. النهاردة تجمع الفريق كان الساعة 9 صباحا، والمران إن شاء الله بدأ الساعة 10 صباحا، عشان بقى خلاص يبدأوا الاستعداد للمباراة القادمة، مباراة سان داونز واللي هتكون يوم السبت القادم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. يعني زي ما قلت الفريق ما أخدش راحة من التدريبات، واصل تدريباته، والنهاردة بعد مباراة المقاولون العرب واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 2-1، بعد المران النهاردة مباشرة إن شاء الله هيغادر الفريق لمطار القاهرة عشان بقى يتجه لطبعا جنوب إفريقيا استعدادا لمباراة سان داونز. طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق، يعني المباراة أكيد مش هتكون سهلة، مفيش أي حل تاني غير إن احنا طبعا نفوز في المباراة. عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال النادي الأهلي، إن شاء الله بقى يقدروا يفوزوا في مباراة سان داونز. خلونا دلوقتي بقى ننتقل لناشئين كرة القدم وناشئين 2005، فازوا أمس على فريق الزمالك بنتيجة 2-1، ده كان ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الجمهورية. مباراة حقيقة كانت بتقام على ملعب نادي الزمالك بمية عقبة، لكن ناشئين 2005 قدروا يحسموا المباراة لصالحهم، لأن هم عملوا مباراة كبيرة جدا. أحرز أهداف النادي الأهلي اللاعب محمد عبد الله واللاعب عمرو خالد بيبو، وهذا الفوز بقى يكون رفع ناشئين 2005 عدد نقاطهم ل 65 نقطة، وبيعزز بقى صدارته في جدول الترتيب، متصدر طبعا جدول الترتيب بفارق 22 نقطة عن تاني الجدول اللي هو النادي الزمالك. يعني خلاص بقى فريق 2005 على بعد خطوات قليلة جدا من التتويج بلقب الدوري، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى، ونبدأ بملكات كرة السلة. سيدات كرة السلة أمس قدروا يحققوا فوز على فريق الطيران بنتيجة 85-42، ده طبعا كان ضمن المرحلة الترتيبية من بطولة دوري السوبر، عملوا مباراة كبيرة جدا بقى، يعني هم حتى الآن محققين سلسلة من الانتصارات في دوري السوبر، بدأوا بقى يستعدوا للمباراة القادمة اللي إن شاء الله هتكون يوم السبت القادم أمام الاتحاد السكندري، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن رجال كرة السلة فالنهاردة هيستأنفوا تدريباتهم بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة، كان منحها طبعا الجهاز الفني بقيادة مستر أوجاستي بوش بعد انتهاء مباراة الزمالك، رجعوا بقى النهاردة يستأنفوا تدريباتهم ويستعدوا للمباراة القادمة. المباراة القادمة إن شاء الله هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق الجزيرة، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. واستكمالا بقى للحديث عن كرة السلة، امبارح كان تم الإعلان عن الموقع الرسمي للنادي الأهلي مع تجديد التعاقد مع اللاعب مؤمن طارق خيري لمدة 4 مواسم. يعني طبعا شفنا تألق كبير جدا لمؤمن طارق خيري في الموسم اللي فات مع الفريق الأول، قدر الحقيقة يثبت نفسه ويثبت أقدامه مع الفريق الأول، وتم تجديد التعاقد معاه، يعني طبعا بنتمنى له كل التوفيق، إن شاء الله بقى يظهر بمظهر جيد هذا الموسم زي ما عودنا دايما. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة الطايرة، وسيدات كرة الطايرة هيواجهوا الزهور في دور الثمانية من الدوري، طبعا بيلعب بنظام best of three، الفريقين بيلعبوا 3 مباريات، واللي بيقدر يفوز في مباراتين بيتأهل للدور اللي بعده. إن شاء الله بقى النادي الأهلي لو قدر يفوز على الزهور هيواجه الفائز من سبورتنج أو الصيد في نصف النهائي، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى رجال الماسترز بيستعدوا بشكل قوي جدا للبلاي أوفز من بطولة الدوري، طبعا هتقام الويك اند ده هتكون على صالة دكتور حسن مصطفى، ومركزين بشكل قوي جدا، عندهم هدف واحد بس هو التتويج ببطولة الدوري، عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم طبعا، ان شاء الله ربنا هيوفقهم امام فريق الطيران. وكمان بقى طبعا هيكون عندهم مباراة مهمة جدا ايضا يوم 16/3 هتكون امام فريق الترسانة، وده هيكون في كوارتر فاينل بطولة كاس مصر، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. وكمان خليني اقول لكم ان كوارتر فاينل كاس مصر هيقام برده على صالة دكتور حسن مصطفى، يعني رجال الماسترز مركزين بشكل قوي جدا، ماشيين طبعا حتى الآن في الموسم بشكل جيد جدا، عندهم هدف واحد هو الفوز بجميع البطولات. أيضا بقى كمان خلونا نروح للعبة كرة اليد، ورجال كرة اليد بيواصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة، هيكون عندهم تمرين النهاردة طبعا استعدادا لمباراة البنك الأهلي اللي هتكون غدا إن شاء الله ضمن منافسات بطولة الدوري، بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية المختلفة. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للأنشطة والندوات داخل النادي الأهلي،
وإدارة النادي الأهلي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية أعلنت عن إقامة ندوة بعنوان المستحدث في الإقرارات الضريبية. الندوة دي هتقام غدا إن شاء الله هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، هتكون بالتحديد أمام الشاشة الرئيسية الساعة 6 مساء. يعني طبعا هيكون بقى متواجد نخبة من خبراء الضرائب المصرية، لأن ده بقى بيبين دور النادي الأهلي المجتمعي، إن هو دايما بيكون مش بس بيركز على الجانب الرياضي، لا كمان على الجانب المجتمعي. يعني طبعا كل أعضاء النادي اللي حابة تحضر الندوة أكيد هتكون الندوة مفيدة جدا، يا ريت تتواجدوا غدا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الساعة 6. يعني دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة، طبعا معاكم لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. ما عندناش غير كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية المتميزة كالعادة، وطبعا أكيد لسه هنكمل مع حضراتكم سلسلة أخبارنا. احنا خلينا ننتقل للسكواش شوية، لأن كان في مباريات مهمة جدا وبطولة مهمة جدا توج فيها الإنجليزي محمد الشرب. احنا بنقول الإنجليزي لأن هو يعني اختار أن هو يلعب لإنجلترا، طبعا زي ما حضراتكم عارفين كان ملفه مهم جدا، ونوران جوهر كانوا بلقب هنا بطولة البلاك بول للسكواش. أقيمت مفروض البطولة دي من يوم 2 لغاية 7 مارس بمجموع جوائز كان بقى 220,000 دولار أمريكي. نجح محمد الشرباجي، هو مصنف الرابع عالميا، في الفوز على او في النهائي تحديدا على طارق مؤمن، ده بنتيجه كانت 3-0، كان سكور حلو ومباراه حلوه بصراحه استمرت لمده 41 دقيقه. طيب على الصعيد الثاني فازت نوران جوهر المصنفه الاولى عالميا في النهائي برضو على هانيا الحمامي المصنفه الثالثه عالميا بنتيجه 3-1 في مباراه هنا استمرت 76 دقيقه. كالعاده احنا متالقين برضو في رياضه السكواش، مفيش حاجه جديده. صحيح. يعني صحيح. طيب نروح مع حضراتكم لخبر تاني. وزارة الشباب والرياضة أعلنت النهاردة عن انطلاق وانطلق بالفعل ماراثون ماشي في 15 محافظة مختلفة احتفالا باليوم العالمي للمرأة. النهاردة طبعا 8 مارس زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم من شوية، وده طبعا أكيد الهدف من وراه هو إبراز دور المرأة وإنجازاتها في شتى المجالات. شارك في هذا الماراثون 10,000 من الفتيات والسيدات. الماراثونات الرياضية اللي من النوع ده بتقام بشكل عام بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة ويجعلها أسلوب حياة، وطبعا ده ليه أثر إيجابي مهم جدا وكبير جدا على مستوى الحالة الصحية والتنشئة البدنية، وكمان أكيد الحالة النفسية للفتيات بشكل عام، طبعا شيء في منتهى الأهمية. أكيد أنا متفق معاك. رياضة بقى خلينا نروح ليها تحديدا، أو احنا بنتكلم كل يوم مع حضراتكم عن لعبة جديدة. النهاردة هنتكلم تحديدا عن حاجة اسمها تمارين الزومبا. يعني في ناس كتير ما تعرفش ايه هي، في ناس عارفة ايه هي، خلينا برضو من خلال التقرير ده نعرف اكتر وايه اصلا فوائدها كمان، لان طلع ان في فوائد كتيرة كريم. اه والله طلع يعني في فوائد مفروض كتيرة جدا من الزومبا، خلينا نتعرف عليها وبعدين نروح فاصل ونرجع نكمل. عودة لي 10 الصبح في الأهلي، بنرحب بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية، واللي من حضراتكم بيتابعنا بصفة دايما أكيد خد باله إن احنا من أوائل البرامج على الإطلاق اللي اتكلمت عن رياضة البوتشا للاعبين ذوي الشلل الدماغي. وبشكل عام الحقيقة يعني برضو كلمة حق لازم تتقال، احنا ملاحظين كلنا إن احنا مؤخرا بقى عندنا قاعدة كبيرة من الرياضيين المتميزين في مختلف الألعاب. تعالوا نعرف تفاصيل هذا الأمر ونفتح هذا الملف مع ضيفنا العزيز اللي منورنا بحضوره الكريم في هذه الفقره، دكتور احمد ادم، هو رئيس اتحاد الرياضات للاعبين ذوي الشلل الدماغي. يا صباح الفل على حضرتك يا فندم. صباح النور استاذ كريم. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. خلينا نتكلم عن النوع ده من فكره يعني الاعاقات، وهو الشلل الدماغي تحديدا، والنسب فيه والنسب اللي بتسمح ان هم يمارسوا رياضه كمان بتبقى تقريبا بقد ايه، خلينا نعرف من حضرتك. هو بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بالنسبه لعقد الشلل الدماغي، هي نوع من انواع الاعاقات الحركيه، عكس اللي هو متعارف عليه ان الناس بتقول على ان اللي عنده شلل دماغي ده اعاقه ذهنيه. لا، هو اعاقه حركيه في الاول، قد يكون مصاحب لاعاقه ذهنيه نتيجه مضاعفات خاصه بالاعاقه. نسبتهم وسط الاعاقه الحركيه كتيره، يعني النسبه بتاعتهم كبيره، لكن مين قدرنا ازاي نوصل لهم، دي كانت التحدي الاكبر اللي قدام الاتحاد المصري لرياضه اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، وقدر يوصل لعدد كبير منهم خلال 4 سنوات بس من اشهار الاتحاد. جميل. طيب ودلوقتي بقى عندنا، هل مرضى الشلل الدماغي الرياضيين منهم والرياضيات، هل نقدر نقول ان احنا عندنا مجازا منتخب مصري لرياضات مختلفة كل اللي بيمارسوها من يعني من المرضى بالشلل الدماغي؟ هو أولا أستاذ كريم لو سمحت لي، يعني الشلل الدماغي إعاقة وليس مرض،
وعشان بس الناس بتخلط ما بين المرض والاعاقه. المرض ممكن في شفاء منه باستخدام حاجات كتيره، اما الاعاقه فكل الحاجات اللي انا بعملها هي عباره عن تقليل الاثار المترتبه على الاعاقه بحيث تساعد الشخص على انه يعيش حياه اقرب الى الطبيعيه، مش طبيعيه، اقرب الى الطبيعيه. أيوة. بالنسبه لاعاقه الشلل الدماغي او اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، احنا عندنا في الاتحاد حوالي 4 ألعاب: سباحه، العاب قوى، بوتشا، كرة قدم، والغريبة لكرة القدم السباعية. بالنسبة للاعبين هنا يمكن عايز أقول لحضرتك إن احنا بدأنا ب 45 لاعب في 2018. أنا النهاردة عندي 500 لاعب. الاتحاد أصلاً اتأسس في 2018. في 2018 وبدأ نشاطه الفعلي في 2019، 4/2019 بالظبط. بدأنا من السنة دي نبدأ نقول للناس إن في رياضات خاصة بالأشخاص ذوي الشلل الدماغي، بعد ما كانوا الناس يعني بيخبوهم أو ما بيظهروهمش للناس، لا بدأوا يظهروهم لأن في مجال يقدر ابنه يكتشف فيه إمكانياته ويقدر يحقق ذاته. فبدأنا البداية دي وكانت بداية مبشرة الحمد لله رب العالمين. ويمكن أستاذ كريم أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا الإعاقة الوحيدة اللي ما كانش ليها لا قاعدة ممارسين ولا ليها إمكانيات موجودة ولا أدوات. يعني أول ما بدأنا، والكلام ده كان في 2016 لما بدأت اللجنة البار أولمبية الدولية تقول أي لعبة موجودة في اللجنة البار أولمبية المصرية لابد أنها تنفصل ويكون لها اتحاد خاص بها. احنا بدأنا إجراءاتنا، ربنا أكرمنا في 2018، بس لما جينا ننشئ الاتحاد ما لقيناش ولا حاجة ممكن تساعدنا إن احنا نبدأ شغلنا. وإيه اللي حصل بعدها بقى؟ لو عايز اقول لحضرتك يمكن استاذه نهاوند قالت البوتشا، او حضرتك بدات بالبوتشا، انت تعرف ان احنا بدانا بصناعه محليه للكوار بتاعتها، لان ادوات غاليه جدا وكانت الامكانيات الماليه بتاعتنا ضعيفه جدا، فبدانا نعمل الادوات دي صناعه محليه. طب احنا ممكن نعرف الناس بس البوتشا ايه هي علشان مش كل الناس عارفاها؟ البوتشا دي لعبة خاصة بفئة الشلل الدماغي من شديد الإعاقة اللي عندهم الأربع أطراف في ضعف شديد جدا ومن مستخدمي الكراسي المتحركة. بتلعب عن طريق إن أنا بيبقى عندي كل لاعب ملعبها 12 متر ونص في 6، كل لاعب بيبقى واقف في مربع خاص بيه عند خط البداية، معاه 6 كور، واحد معاه كور حمراء واحد معاه كور زرقاء، في كرة جاك أبيض محطوطة على الأرض، بيحاول اللاعب يرمي الكور بتاعته بحيث يقربها من الجاك الأبيض. اللاعب اللي كورته بتبقى أقرب في المسافة للكرة البيضة هو اللي بيعتبر فاز. 4 أشواط. احنا معناش فيديوهات، حضرتك مش جايب فيديوهات أو حاجة الإعداد تتهلهم يا جماعة؟ لو معنا أي ماتيريال عشان الناس برضو تبقى فاهمة أكتر والدكتور أحمد بيشرح. اللعبة يمكن بدأت في الثمانينات، احنا بدأناها متأخر جدا في مصر في 2019، بس الحمد لله رب العالمين قدرنا خلال الفترة دي نكون منتخب ونشارك في أكتر من 5 بطولات عالمية، بطولة في أفريقيا، في جنوب أفريقيا، بطولة أفريقيا، وحققنا 3 ميداليات، 2 ذهب وواحدة واحدة برونز. شاركنا في بولندا، في إيطاليا، شاركنا في البرازيل في كأس العالم عن أفريقيا. جميل. فدي كانت البدايه، يعني دي الشغل اللي احنا اشتغلناه، لكن عايز اقول لحضرتك كانت البدايه صعبه، صعبه جدا بجد. ولما بقول لك الكور ليها مقاسات معينه وجلد معين ومتانه معينه، احنا عملناها كنا بنخيطها بايدينا. ده الاتحاد هو اللي صارف على الكور دي يعني في الاول، بعد كده وزاره الشباب والرياضه مشكوره معالي الوزير قدرنا نشتري 3 أطقم ورامبات خاصة لأنها تصنيفات معينة جوه لعبة البوتشا. يعني تقريبا سعرها قد إيه برضو عشان نبقى فاهمين؟ عايز أقول لحضرتك إن سعرها بيوصل حوالي 900 دولار الكرة الواحدة؟ لا لا لا، الشنطة اللي فيها 6 كور زرقاء أو 6 كور حمراء والجاك، الشنطة الواحدة بحوالي 900 دولار. أوكي. وبتختلف الكواليتي بتاعها من شركة لشركة. طب احنا يعني حضرتك باللي تفضلت بيه، يعني انت بتجبرنا بشكل يعني غير مباشر ان احنا نقف عند التفصيله دي لان هي تستحق الوقوف عندها. احنا بنتكلم على اننا عندنا ابطال في ظل شبه انعدام للامكانيات قدروا يعملوا انجازات محترمه جدا، والوضع كان في البدايه متواضع لكن الحمد لله كان في بعد كده مسانده من وزاره الشباب والرياضه. لكن الارقام اللي حضرتك بتتكلم عليها والاسعار اللي حضرتك تفضلت بيها بتوضح ان انتوا اكيد عندكم مشكله في التمويل. اكيد يعني يوما ما يكون في دعم جالكم والدعم ده لم يتعدى الحصول على 3 أطقم يبقى هنا في مشكله.
يا فندم. الدعم كان ثلاث اطقم كور خاصه بالبوتشه واربع رمبات، اتكلفت كلها على بعض حوالي 200,000 جنيه. والحاجات دي بتيجي من بره، يعني احنا جبناها من اليونان اساسا. يعني مين تكفل بيها؟ وزاره الشباب والرياضه، مشكوره يعني وزاره الشباب والرياضه. فكانت دي الصعوبه، الادوات، اي لعبه لازم يبقى لها الادوات والامكانيات بتاعتها. بعد الانجازات اللي حضرتك اتكلمت عن تفاصيلها من شويه، هل حصل اي تغيير؟ هل حصل في اي زياده في الدعم مثلا لما لقوا ان في عندنا ابطال في الرياضه دي؟ هو احنا الدعم اللي بنحصل عليه يا استاذ كريم لا يذكر 450,000 جنيه في السنه. مطلوب نصرف منها على اربع انشطه، بنعمل حوالي 11 بطوله في السنه. البطوله الواحده بتكلف حوالي ما بين 60 ل 70,000 جنيه، ما بين ايجار ملاعب، ما بين لجان، ما بين حكام وهكذا. بنكمل ازاي؟ والله انا عن نفسي ما بعرفش، بس ربنا بيكرمنا ان في حد بيستضيف بطوله، في حد يعني، فده كله بيقلل من النفقات. لكن قدرنا برضو، احنا بنسعى يعني، برضو الرياضه عايزه تمويل. فقدرنا السنه دي ان شاء الله الحمد لله رب العالمين، يعني ان انا اتعاقد مع احد البنوك الوطنيه ان هو يكون راعي للاتحاد خلال عام 2023، خاصه ان هنا عندنا حدث مهم جدا خاص برياضه البوتشه، وهو بطوله افريقيا هتنظم هنا في مصر. ودي كانت شهاده من الاتحاد الدولي للبوتشه للاتحاد المصري انه يسند لي بطوله دوليه مؤهله لباريس في اول سنه مشاركه دوليه ليه. فالحمد لله رب العالمين، يعني في شهر يوليو هتبقى بطوله افريقيا، ودي مؤهله تاهيل مباشر بالنسبه لمباريات الفردي، مباريات الزوجي والفرق. فده بنامل ان شاء الله ان احنا على برضو على حس البطوله دي نجيب ادوات. بس انا مبسوطه من موضوع البنك. لا بس على فكره البنك اللي حضرتك بتقول عليه انا عارفه، لان هو عامل بيل بوردز في الشوارع، اللي في واحده قدام مدينه الانتاج الخاصه بيه، عامل كل الرياضيين المصريين الابطال بتوعنا. فانا نفسي كل الشركات تبقى كده، يعني اهتموا بالرياضيين اكتر ما، يعني مع احترامي طبعا، بس كفايه يعني ممثلين، يعني كفايه. هو غير البنك اللي حضرتك قلتي، بس انا عارف ان ده مش هينفع ان انا اقوله، بس هو ده البنك. بس البنك حضرتك عارف انهي اللي بتكلم عنه، اللي هو عارض، لا العارض بنك وطني على فكره، هو بنك وطني برضه، وبنك الحمد لله رب العالمين فهم، يعني هو المبلغ كان قليل، بس دي خطوه على الطريق الصحيح. بالظبط هو ده، هو خطوه على الطريق الصحيح، ده اللي احنا بنتمنى ان هو يعمم. لان كمان يا فندم عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا الرؤيه بتاعتنا انه اتحاد عصري عنده موارد، بينوع في مصادر التمويل بتاعته. ايوه، فانا بندوع في المصادر ما بين دعم حكومي وسبونسر وكمان الدورات التدريبيه اللي بنعملها عشان نأهل الناس تقدر تتعامل مع الفئة. طب انا عندي سؤال يا دكتور، معلش، الابطال بتوعنا دول، انا طبعا هقول عليهم ابطال ده فور شور، بيبقى عندهم مصدر دخل من عن الاتحاد؟ يعني هم الجزء بتاع الرياضه كفرت، انما مصدر دخلهم، في مصدر دخل؟ هو كاتحاد احنا بنصرف حاجه اسمها بدل تدريب، ده بنجمعه في كل اخر كل شهر وبندي للاعب، بس يعني البدل يعني مش كافي. مش كافي. وخلينا نقول برضو ان فئات الاعاقه بتبقى من المستويات الاجتماعيه القليله، ما عشان كده انا بأغلبها. بس فبتعتبر الرياضه بالنسبه لهم هي مكلفه طبعا. لا وهي مكلفه، يعني احنا حضرتك بنتكلم دلوقتي وهنا المنتخب بتاع البوتشه معسكر في صاله الدكتور حسن مصطفى استعدادا لبطوله افريقيا، برضه ده كله على نفقه وزاره الشباب والرياضه. تشرح لنا يا دكتور ده ايه بقى؟ دي سباحه الشلل الدماغي، مسابقات السباحه الحره، ودي كانت بطوله كاس مصر، ده الظهر كانت بطوله كاس مصر اللي عملناها من حوالي اربع ايام، وشارك فيها 78 لاعب ولاعبه من حوالي 23 هيئه رياضيه، لان هنا عدد الهيئات الرياضيه اللي عندنا حوالي 43 هيئه، يعني عدد كبير برضو مع عمر الاتحاد القليل. المتعه بقى في ايه يا فندم؟ يعني اسلام ده اول واحد، ده كسر الرقم بتاعه وهو بيلعب برضو في اللجنه البار اولمبيه سباحه، كان مشارك في بطوله مصر الدوليه اللي عملتها اللجنه البار اولمبيه، وهو لاعب شلل دماغ، وفي نفس الوقت تالت افريقيا في البوتشه ما شاء الله. واو. وكان لسه السنه اللي فاتت ثانويه عامه وحصل على 98%. بسم الله ما شاء الله. يعني شاء الله من المتفوقين دراسيا ورياضيا. السعاده في ايه بقى؟ في ان الولد لما يلبس ميداليه او انه يلعب بيحس بذاته طبعا. والفرحه لما بتلاقيها في الحركه الاهتزازيه بتاعته طبعا. بعد كل ما بيعمل دي بالنسبه لنا هنا سعاده، نجاح طبعا. ده نجاح.
يعني بغض النظر هو ترتيبه ايه على المستوى الدولي او بتاع، انك تطلعين من البيت ويروح نادي ويتمرن ويشارك في مسابقه. احنا مش محتاجين اكتر من كده على فكره، احنا فخورين بيهم كده اصلا. دي رياضه العاب القوه برضو، كانت في يوم 6 فبراير. ده وثب طويل ولا ده وثب طويل؟ احنا عندنا برضو العاب القوى، عندنا 100 متر 200 متر 400 متر 800. يوسف الزيني بيلعب العاب قوى، لاعب نادي الزمالك، لاعب نادي الزمالك وبطل مصر في القرص. جميل. وكابتن منتخب مصر كره القدم السباعيه. جميل. والمنتخب ده رياضه يعني. والمنتخب ده الصولجان، ده بقى الاشد انواع الاعاقات اللي ما يقدرش يعمل اي حاجه، بيلعب لعبه اسمها الصولجان في العاب القوى. دي يعني بديل عن القرص. لعبه اسمها الصولجان خاصه بشديد الاعاقه، اللي هو يا دوب يقدر يمسك ويرمي لمسافه. فدي لعبه الصولجان برضو من احد الالعاب اللي هي موجوده في العاب القوى. ممارستهم للرياضه وتفوقهم رياضيا، هل ده بيبقى له اي انعكاس طيب على الحاله العامه بتاعتهم؟ احنا متفقين ان الاعاقه يعني واضح انها غير قابله للاصلاح، يعني الموضوع ده غير قابل للعلاج، مش كده برضو؟ هو غير قابل للعلاج، ولكن انا بقلل الاثار المترتبه عليه. ومفيش حاجه صعبه على ربنا، خلينا ربنا يشفيهم يا رب يعني. يا رب. قادر يا كريم. بس انا بس بتكلم من الناحيه العلميه. لكن هنا هي دي بتبقى بالولاده ولا بيبقى ليها اسباب متعدده؟ يعني مين بتبقى ايه؟ الوراثه جزء، العادات السيئه او العادات الاجتماعيه في المجتمع بتبقى جزء، بعض الحاجات بتحصل اثناء الحمل او اثناء الولاده، كل دي اسباب ممكن تؤدي. طب في ايه العادات الاجتماعيه حتى من باب التحذير اللي بيتابعونا؟ نقول برضو الشرب الكحوليات، تناول الأدوية أثناء تناول الأدوية أثناء الحمل، فترة الحمل، التعرض للإشعاعات برضو ده عن جهل، لأن لازم يبقى فيه توعية للأم الحامل إن إيه الحاجات اللي هي بتضرها. فعملية التوعية في أنا كراجل خبير في مجال التربية الخاصة، لأن كانت شغلتي أنا كنت مستشار التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم. أوكي. طيب. فكنت مسؤول عن تعليم ذوي الإعاقة. أيوه. في فترة 6 سنوات. فلا العادات اللي عندنا أو الأساليب أو السلوكيات الخاطئة ممكن تؤدي لحدوث إعاقة. الوراثة، زواج الأقارب، في جينات معينة، زواج الأقارب ممكن تؤدي الى حدوث اعاقه. يعني الاسباب مختلفه لكن النتيجه واحده، ان بنسبه اكبر بيبقى صعب الشفاء منها، ده اللي حضرتك بتاكده. الاعاقه عامه يا فندم زي ما درسنا خلاص بيبقى ليفل، انا بعيشه حياه اقرب الى الطبيعيه. هو عنده امكانيات، بس انت بتبداي تدور عليها، تبداي تكتشفيها، تستغلها، صح، تراعيها، تستثمريها. علشان يقدر انا بعمل ثلاث حاجات. بص يا فندم، بكتشف، برعى، بأهل، بدرب، بمكن، عشان في الآخر يحصل حاجة واحدة اللي هي الدمج المجتمعي. صح. عشان صح. يحس إنه هو عضو فعال في مجتمع مش عالة. برافو برافو. صح. والله يا فندم ربنا يبارك لكم، لأن ده الدافع الحقيقي اللي جواكم، واللي أعتقد أنتوا بناء عليه بتعملوا كل المجهودات الكبيرة دي. بنعمل. بس يا فندم زي ما حضرتك قلت، هرجع للكلمة اللي حضرتك قلتها في الأول، الرياضة الشلل الدماغي دي أشد أنواع الإعاقات اللي موجودة من أي إعاقة تانية. ده تعرفها، دي نوع من انواع الاعاقات الشديده جدا، بتحتاج منها حاجات كتيره قوي. أكيد. الحاجات دي محتاجه امكانيات. طب. يعني فعلشان كده انا من خلال برنامجكم ومن خلال اللقاء ده، انا بدعو اللي يقدر يعني يساعد. طبعا. يقدم ايد المساعده، لان هنا بنرعى فئه، والله فئه يعني فئه حلوه. طبعا محتاجه المساعده. محتاجه المساعده والدعم. طبعاً. ويكفي ابتسامه الولد او صحيح. يكفي ان الاهالي. انا حضرتك جبت العاب القوى، العاب القوى شارك فيها 198 لاعب ما شاء الله في المركز الاولمبي في المعادي. شوف الاهالي، وبعد كده الاهالي يعني انا بوجه لهم دول الشكر، دول ابطال بصراحه، بوجه لهم الشكر لان هم المتحملين، هم اللي بيودوا ويجيبوا ويعمل. لان الشلل الدماغي يا فندم انا محتاج حد يدخل الحمام ويخرج من الحمام، يعني ابسط انواع الحاجات. والله يا فندم يعني انتوا ربنا يبارك لكم ويقدركم على ان انتوا تفرحوا الاهالي دول باولادهم. يا رب دايما موفقين. ده هنا اللي بنرجوه من ربنا، لانها تجاره مع الله. انا دايما بقول انها تجاره مع الله وهي رابحه بطبيعه الحال. باذن الله. شرفتنا يا دكتور احمد بجد والله. الشرف لي يا فندم. كل التوفيق ليكم ان شاء الله يا رب. الله يخليك. ولو باذن الله في اي انجازات كمان ونقدر ان احنا نستضيف احد ابطالنا، يا ريت يبقى في لقاء جاي باذن الله، وتجيب يعني تجيبه معاك او تجيبها معاك ان شاء الله. خلاص ننسقها. نشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر، وهنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه. اتفضل.
زي ما حضراتكم شفتوا كنا بنتابع جزء من التمرينات الصباحيه للفريق، لكن احنا بقى خلينا نخش في التفاصيل ونخش في المواضيع المهمه دلوقتي، وهنتكلم عن طبعا دوري ابطال اوروبا، وهنتكلم عن النادي الاهلي، وهنبدا بالنادي الاهلي كمان، نتكلم عن مباراه امس لان اختلفت فيها الاراء شويه. وانا كنت بتكلم قبل الفاصل يعني مع ضيفنا، كنت بقول له رايك ايه في الاداء ورايك ايه في النتيجه، وكان ليه وجهه نظر لحد ما انا عجبتني. خلينا نرحب بضيفنا استاذ صبري السراج الناقد الرياضي. صبري بونجور، صباح الهنا. صباح الفل نهوان، صباح الفل كريم، صباح الفل، اهلا بيك، صباح الفل، اهلا بيك منورنا. طب تعالى نعرف الناس مبدئيا وجهه النظر اللي نهوان بتتكلم عليها عشان يبقوا عارفين احنا بنتكلم على ايه. يعني احنا كنا بنتكلم عن اداء الاهلي امبارح وفي المباراه اللي قبله، ان في تخوف شويه ان الاداء ما كانش بالشكل اللي الناس مستنياه. انا ليا وجهه نظر مختلفه شويه، ان احنا ادينا الاداء المطلوب ان احنا نأديه في الماتشين دول. اولا حققنا النتيجه، ثانيا اقتصدنا في المجهود. استاذ حسن المستكاوي زمان كده كان ساق مصطلح اللي هو الاداء التجاري. الاداء التجاري ده الحقيقه احنا كنا نسيناه من ايام يمكن مانويل جوزيه، وبعدين في الماتشين الاخرانيين بدانا نشوفه، لان الحقيقه الاداء التجاري مش معناه انه اداء سيء، لكن اداء مشروط بحاجات معينه، اللي هو على قد اللقاء، على قد اللقاء بالظبط. تحسم، تحاول انك تحسم النتيجه بتاعتك في المباراه بدري، فتقدر ان انت تريح لعيبتك في قلب الملعب، تعمل تغييراتك اللي انت عايزها، اللعيبه ما تبذلش مجهود كبير، خصوصا مع توالي وضغط المباريات وارهاق السفر اللي احنا بنتعرض له في المرحله دي، خصوصا بعد كاس العالم للانديه. فالاهلي في الماتش اللي فات والماتش اللي قبله قدر ان هو زي ما نقول يقتل المباراه في اول 20 دقيقه، وده حاجه ممتازه جدا، سجل هدف والتاني وتقدر تحافظ على النتيجه اطول وقت ممكن. في الماتش الاولاني اضفنا هدف ثالث في نهايه المباراه، امبارح شويه الموضوع ده اتغير، ما قدرناش نحافظ على الكلين شيت واستقبلنا هدف في الاخر، وده له اسباب تتعلق باللعيبه اكتر من الجهاز الفني، لان زي ما بنقول ان الاداء التجاري ده ليه شروط، انت بتقتل نتيجه المباراه لكن مطلوب ان انت تحافظ عليها، فما ينفعش تكسل طبعا. فالهدف اللي احنا استقبلناه امبارح كان في شيء من الكسل من بعض اللعيبه في اداء واجباتهم الدفاعيه، فاستقبلنا هدف. انما اجمالا احنا عملنا لقاءات جيدة من حيث المطلوب منها، المطلوب منها ان احنا نحقق نتيجة كويسة، وفي نفس الوقت ما يعني ما نفرطش في نقاط وما نستهلكش اللعيبة كمان مجهود كبير، لان احنا عندنا طبعا معركة افريقية مهمة قادمة يعني. فكانت نتيجة جيدة واداء انا بشوفه مناسب، يعني مش هنقدر نقول اداء جيد لكن اداء مناسب جدا للمرحلة اللي احنا فيها يعني. طيب كلامك انا مقتنعه بيه جدا، بس عندي بعض التخوفات زي ما انت دلوقتي اتكلمت. احنا كان عندنا برضو بعض التقصير في فكره الدفاع. انا دلوقتي لما اروح سان داونز ما فيش رفاهيه ان يبقى فيه غلطه واحده، صحيح، فازاي ممكن نشتغل على ده؟ احنا شفنا هنا اصلا في اللقاء بتاع القاهره ان احنا كسلنا فاستقبلنا هدفين باخطاء فرديه ساذجه جدا. لو ما كانتش حصلت، والطبيعي ان هي ما تحصلش، كنا طلعنا كسبانين على الاقل 2-0 هنا في القاهره، لكن النتيجه اتصعبت علينا. الناس كانت متعشمه فيه بالظبط، وده المنطقي. والمنطقي كمان انا شايف رغم قوه سان داونز، هو فريق محترم جدا وعنده باترن، عنده اسلوب لعب واضح، هما مدرسه يعني، مدرسه واضحه في الكوره، حاجه مشرفه الحقيقه، لكن عندهم اخطاء دفاعيه ساذجه جدا وقويه جدا، خط دفاعهم مش بالمستوى المطلوب. انت قدرت تسجل فيه هدفين هنا، ولو لعيبتك كانوا موفقين كان ممكن تسجل اكتر. هما بيبالغوا في التحضير وبناء اللعب من تحت من 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 منطقه جزائهم، وفي نفس الوقت ما عندهمش الكواليتي الكافي في خط الدفاع ان هم يعملوا كده، فلما بتضغط عليهم كتير تقدر تستخلص الكوره وتاخدها في مناطق متقدمه وتسجل. فاحنا عملنا ده وسجلنا. على المستوى الدفاعي هم زي ما قلت عندهم المشاكل دي، هم هجوميا متفوقين، لكن في الاخر هم لما سجلوا باخطاء فرديه، يعني ما كانش في مشكله في تنظيم اللعب في الترحيل، في زي امبارح كان في مشاكل مثلا في الترحيل، انما في ماتش سان داونز انا ما شفتش ده، شفت ان كان خطأين فرديين، سواء كسل في التغطيه او عدم توفيق في الرقابه الفرديه، فاستقبلنا هدفين. لو احنا في ماتش امبارح، وطبعا مفهوم تماما ان لكل مقام مقال، واكيد صحيح. الوضع في ماتش محلي مع فريق المولين اكيد هيختلف عن اللقاء الافريقي مع فريق زي سان داونز مفروض، بس لوحظ في الفتره الاخيره ان بقى في
مش استدامه قوي، بس اتكررت حكايه التمركز الدفاعي مع امكانيه تحرير اللاعبين في حاله الهجوم، وده كان حاصل الى حد بعيد في ماتش امبارح. يعني لو حضرتك تتفق معايا في التفصيله دي صحيح. ان كان في اللعيبه متحرره الى حد كبير، بدليل ان حد زي محمد هاني سجل هدف، هو يعني هو يعني مركزه اصلا مش صحيح. مش مهاجم صحيح. ففكرك الستايل ده ينفع يتلعب بيه مع فريق زي سان داونز؟ في بعض الاوقات انت محتاج تعمل كده. امبارح لما محمد هاني خد الحريه الهجوميه لفتره من الوقت، لما بدانا نضرب من الجبهه بتاعته وقف والتزم دفاعيا في جزء كبير من الشوط الثاني. فهي المساله ان انت مش بتحرر اللعيبه في المطلق وخلاص. حتى لما فكرت في الماتش اللي في ماتش امبارح او الماتش اللي قبله ان انت تحرر علي معلول، فنزلت محمد اشرف عشان يكون وراه، لان معلول لما بيطلع قدام مع تقدم السن ومع حاله الارهاق اللي هو فيها في سرعه في الارتداد احيانا نفسه ما بيجيبوش ان هو يقدر يرجع، وبنستقبل اهداف. ففكره ان هو يحط محمد اشرف وراه في بعض الوقت من المباراه اخر ثلث ساعه في الماتشين اللي فاتوا، ده بيبقى حمايه لمعلول وتوفير لمجهوده واستغلال لقدره معلول الهجوميه. الناس بتنتقد شويه ان احنا دايما بنعتمد على علي معلول، الفرقه كلها بتتغير الا علي والا الشناوي، يعني هما بس العنصرين الثابتين تقريبا الوحيدين اللي ما بيغيبوش عن اي مباريات. لكن الحقيقه انا لو مكان مارسيل كولر مش هفكر ان انا اطلع علي معلول من الملعب لسبب وحيد، هو مفتاح اللعب الاساسي والاهم عندي في الفرقه، مفتاح اللعب الاول في افريقيا وصانع الالعاب الاول في افريقيا. عنصر خبره بالظبط، فالارقام اللي بيقدمها والمردود اللي بيقدمه هجوميا ما يخلينيش استغنى عنه. يعني هل هو انا اسف لو برجل واحده مش هطلعه من الملعب. حتى توفير بديل ليه شيء صعب جدا مهما كان الكواليتي اللي موجود في افريقيا دلوقتي كلها في اي لاعب بيلعب في مركز الظهير الايسر، وفي لعيبه كتير كويسه لكن برضه ما بيقدموش نفس المردود الهجومي المميز الحقيقه. فانا لو مكانه الحقيقه هبقى يعني شيء صعب جدا وقاسي جدا ان انا استغنى عنه ان انا اطلعه، لكن هو بيحاول يلاقي حلول اخرى ان هو في بعض الاوقات يريحه في الملعب. حتى لو مش هيستبدله فبدا يدخل معاه محمد اشرف فيقلل عليه السبرنتات الطويله والجري، فالماتشات كمان اللي مش محتاجه قوي ان هو يشارك هجوميا بنستخدم جبهه محمد هاني ومعاه حسين الشحات وبنوقف معلول ما بيطلعش خالص، يعني بيبقى تقدمه محسوب وقليل ممكن ما يعملش سبرنتين ثلاثة في الماتش، فهو بيحاول يريحه في الملعب على قد ما يقدر، لكن في الآخر هو ما يقدرش الحقيقة ما يقدرش يستغنى عنه خالص في الملعب. يعني رائع جدا. بص عايزه اروح معاك برضو النقطه المهمه ويفيك عشان نطمن، انت عندك في المجموعه بتاعتك الهلال فاز على سان داونز، وكده احنا اعتقد مطالب مننا ان احنا نفوز في الثلاث مباريات عشان يعني نبعد بقى عن اي سيناريو يعني بالزبط. مش حلو خلينا نقولها بهذا الشكل. بتتوقع هل ده ممكن فعلا يتم تحقيقه؟ وهل ممكن برضو سان داونز المباراه القادمه هي اللي تبقى معيار ان ده هيتحقق ولا لا، ولا برضو مش هتكون معيار؟ بالتاكيد احنا مطالبين نفوز بالثلاث ماتشات عشان ما تدخلش في حسابات. هي دي هي اسهل حاجه ان احنا نفوز الثلاث ماتشات فخلاص حققنا الصعود ما ننتظرش. التعادل مش هيكون نتيجه سيئه لكن انا ما اتمنهوش، انا اتمنى ان احنا نقدر نكسب وشايف ان احنا نقدر نكسب. يعني لو تخلينا عن بعض المواقف الدفاعيه الساذجه اللي بتحصل او الاخطاء الساذجه اللي بتحصل من بعض اللاعبين، لو كل لعيب نزل الملعب وهو مركز ال 90 دقيقه انا شايف ان الاهلي يقدر يحقق الفوز هناك، رغم ان احنا بنلعب فريق قوي. اتمنى ان احنا نحقق الفوز ونخلص من الحسبه دي خالص ما ندخلش فيها، مش محتاجين الحقيقه ان احنا ندخل فيها حتى نفسيا، احنا عندنا مشكله ذهنيه واضحه من في الفترة الأخيرة دي وحالة بسترة بتحصل ان احنا بتلعب ماتش افريقيا ماتش دوري ماتش افريقيا هو متكرر كل موسم للأسف نفس القصة. والحقيقة ان احنا عندنا مشكلة في ده، وكان قرار حكيم جدا ان يكون في معالج او طبيب نفسي او لايف كوتش مع الفريق، لان انا شايف ان مشكلة الفريق ما كانتش بدنية في الفترة اللي فاتت على قد ما هي ذهنية، ومحتاج ان انت تجدد دوافع وان انت تخلي اللعيبه دايما مركزه وتقدر تخرج من مود البطولة دي تخش المود الثاني. ايه نوع المشكلة الذهنية في رأيك؟ بص هي عن ايه؟ هي لها علاقة اكتر بان الجيل من اللاعبين في مصر دلوقتي مع يعني مهما كانت خبراتهم وتمرسهم سواء في مش بتكلم على لعيبه الاهلي بس أيوة يعني محليا او افريقيا، عدم اللعب مثلا بدون جماهير لفترات طويله خلى اللعيبه مش مكتمله ذهنيا، يعني النوع ده وتحمل الضغوط بالشكل ده وبالطريقه دي ما بقاش متاح وما بقاش موجود. انت لازم تعوض ده بحد يكون عنده علم ان هو يقدر يلعب في المايند سيت بتاع اللعيبه يحركها. ففكره استخدام طبيب او معالج نفسي
او لايف كوتش، ما اعرفش هو يعني بالظبط التايتل بتاعه ايه، لكن وجود حد بالصفات دي موجود دلوقتي مع الفرقه ده شيء مهم جدا الحقيقه، كان المفروض يحصل من كتير. ما حصلش من ايام انوار خوسيه تقريبا بالظبط، فحلو جدا ان هو يكون موجود. اعتقد ان هو يعني في فتره قريبه هيبقى تاثيره ملحوظ جدا سموه معد نفسي معد او اخصائي نفسي هيكون مفيد جدا يعني بعد فتره قليله اظن ان احنا هنلاقي مردود كويس. اللعيبه زي ما قلت بتتبستر ما بين بطوله والتانيه طبعا. ماتش دي اجواء مختلفه تماما عن دي وسفر ومش عارف ايه، فما بيقدروش ان هم يدخلوا في مود كل بطوله بسرعه. بس انت عندك يعني لو هنتكلم عالميا والفرصه حتى ممكن لو عايز بقى ندخل على الملف العالمي، بس انا بكلمك من حيث المبدا، طب ما في فرق كبيره زي النادي الاهلي موجوده في دول مختلفه وبطبيعه الحال عندهم برضو هم كمان هم طرف استحقاق يعني استحقاقات كتير جدا وبيشاركوا في بطولات كتيره جدا، لكن حجم التذبذب اللي بيحصل في الاداء عندهم مش ما بيبقاش لافت قوي للانظار، ما بيبقاش كبير، ما بتحسش ان في جاب كبير او دروب كبير بينهم في مباراه عن المباراه اللي قبلها او اللي بعدها. ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن عقلية بتتربى من صغرها على كده، ناتج عن إن في معد نفسي في كل فريق. في معد نفسي شخصي كمان لبعض اللعيبة. في جمهور اللعيبة بتعمل له مليون حساب. مفيش مسافات سفر طويلة، موضوع سفر ده مرهق جدا والناس يعني بتهمله أو ما بتفكرش فيه. انما ما بيلعبوش كل 48 ساعه او كل اتنين يعني، حتى لما بيحصل تشامبيونز ليج وبيلعبوا ماتشين في الاسبوع مسافات السفر ما بين الدول وبعضها قصيره، بتبقى يعني مسافر 3 ساعات غير لما يسافر احنا طالعين رحله مثلا بطياره خاصه عشان نوفر وقت، فهنروح في 9 ساعات وهنلعب بعد 48 ساعه. فاللي بيحصل في افريقيا او جغرافيا المنطقه اللي احنا فيها دي ظروفها بالظبط، فعمرها يعني مش هنقدر 100% نكون زي هناك، انما في مشاكل عندنا احنا قادرين ان احنا على الاقل لو ما حلناهاش 100% ان احنا نقلل حجمها جدا وما نشعرش بالتأثير ده زي ما كان بيحصل قبل كده. يعني أنا بشوف إن الفرق ما بين الجيل بتاع مانويل جوزيه والجيل بتاع دلوقتي، رغم إن الجيل دلوقتي أفريقيا وعالميا حقق إنجازات يمكن تفوق كمان الجيل بتاع مانويل جوزيه، مثلا 2 برونزية كاس عالم قبل كده كانت برونزية واحدة، لكن على مستوى الدوري مثلا هم فقدوا لقبين دوري. الناحية التانية الجيل ده ما فقدش دوري وكان دايما موجود على منصة التتويج في أفريقيا بيفوز بيها أكتر ما بيخسرها. دلوقتي النسبة ممكن نقول 50-50، مرة تاخدها مرة تخسرها. فالفرق العقلية ده اللي هو له اعتبارات كتير لا علاقة بالظروف دلوقتي مختلفة أكتر، مختلفة كتير عن الظروف بتاعت الجيل اللي فات، محتاجها شوية تعامل مختلف والناس تبدأ تفكر بمنطق تاني وتشوف الدنيا بره فيها ايه، ونبدا يعني مش ما نعيدش اختراع العجله. الناس بره بتعمل ايه واحنا نعمل زيهم، مش شرط نبقى زيهم. ومش بره والله، في دلوقتي عندك دول يعني عربيه منتخبات صحيح. عربيه وغيره يعني قدرت ان هي تتفوق منهم. المغرب بتتكلم حتى عن السنغال لو هنتكلم افريقيا، يعني السنغال مقدمه تجربه عظيمه، حاجه جداً. مختلفه تماما تجربه بصراحة. عظيمه جدا في السنغال، والحقيقه ان المنطقه كلها دلوقتي بدات يعني سبقتنا يعني انت كنت للأسف. سابق بمراحل دلوقتي بقى في اللي بيسبقك بمراحل للاسف، وهم سابقنا بمراحل للاسف يعني. طيب خلينا نروح لسان داونز شويه. فنيات سان داونز معروف عنهم دفاعيا ليسوا يمكن الافضل، فاحنا ممكن نلعب على الحته دي شويه، بس برضو رؤيتك من الجانب هنا القوه والضعف هنا وهنا اهلي هو سان داونز. هم هجوميا عندهم كواليتي كويس جدا، يمكن السنتين اللي فاتوا ما كانوش عندهم نفس الكواليتي ده من اللعيبه، كانوا الصفقات اللي بيجيبوها لحد ما بتنجحش معاهم، لكن السنة دي الكواليتي بتاع الهجوم خط الهجوم تحديدا عندهم مميز جدا. هم عندهم أسلوب لعب بيلعبوا بيه بقالهم أكتر من 10 سنين، فمتمرسين فيه جدا، بيلعبوا على أكبر مساحة ممكنة من الملعب، وما بيلعبوش جيم ضيق زي ما بيقول، لا بيفردوا الملعب كمان، يعني بيفردوا الملعب، بيلعبوا على مساحات واسعة من الملعب. دفاعيا هم ما عندهمش الكواليتي المناسب للخطه دي، لكن هم ملتزمين، هم خلاص حافظين، هم بيلعبوا كده طول عمرهم، احنا بقالنا 10 سنين بنلعب كده فاحنا هنفضل نلعب كده. فاحيانا بيكون في مبالغات كتير في بناء اللعب من تحت مع عدم وجود الكواليتي المناسب، وده كان باين حتى هنا في ماتش القاهره، اللي لو كان برضو لعيبه الهجوم عندنا متفوقين او مركزين اكتر شويه من كده كان ممكن نسجل اكتر، لان اكتر من كره قدرنا نستخلصها في مناطق مهمه وهم بيحضروا اللعب وقدرنا نسجل بالطريقه دي. هجوميا هم عندهم كواليتي مختلف، محتاجه ان اللعيبه عندنا اللي هي مش قليله خالص ومش ضعيفه ان هي تكون بس مركزه وفي حالتها وما تحصلش لحظات سرحان. يعني احنا الهدفين اللي استقبلناهم كان
واحد بسبب عدم تغطية لعيب كسل ان هو يرجع، والتاني مدافع سرح. ده حصل يعني في اخر ماتشين في كاس العالم للانديه كمان. صحيح صحيح، برضه حصل للاسف. عشان كده انا بقول لك ان المشكله ذهنيه، يعني تبقى ماشي 80 دقيقه كويس جدا او 90 دقيقه حتى كويس جدا زي مثلا ما حصل قدام ريال مدريد، وتيجي في دقيقتين النتيجه تفتح. برضه من ضمن الحاجات اللي ساعات بتبقى غريبه قوي، يعني فكره ان انت ممكن تبقى ند وخصم قوي وراس براس مع فريق بحجم وثقل وتاريخ وامكانيات لعيبه ريال مدريد، وتلعب بعديها بفتره مع فريق تاني مع كل الاحترام ايا كان هو مين اقل بكتير طبعا من ريال مدريد، وتلاقي نفسك مش بنفس الشراسه اللي كنت بيها مع فريق اقوى منه 50 مليون مره. دي بتكون ناتجه عن ايه برضه في رايك؟ اولا انت قدام ريال مدريد طبيعي جدا ان الدوافع بتكون مختلفه خالص، كل لعيب عايز يطلع احسن ما عنده وبيلعب قدام يعني اقوى فريق في العالم، فانا عايز اقول ان انا كويس، عايز اثبت ان انا كويس، على الاقل مش عايز يبقى شكلي وحش، مش عايز اتهان في الملعب. فاللعيبه بيكون عندها انت في الوقت ده انت مش محتاج ان انت تديهم دوافع، هي الدوافع اصلا عندهم، انما كنت محتاج ان حد يظبط المؤشر ان انت تقدر تحتفظ بالتركيز اللي انت بدات بيه ماتش ريال مدريد ولعبت فيه، ان انت لحد صفاره الحكم ما تجيش في اخر خمس دقائق تركيزك يقل بسبب المجهود الكبير اللي انت عملته. اللعيبه اي لعيب في الدنيا لما بيعمل مجهود زياده عن الطبيعي او زياده عن الحمل البدني اللي هو بياخده اصلا بيفقد تركيزه، وبتبقى قراراته في الملعب كلها غلط، الباص بيطلع غلط، بيكسل، يعني كل حاجه طالما ما فيش لياقه حاضره فخلاص كل حاجه بتبقى غلط. فاحنا طلعنا كل حاجه في الحاجه و80 دقيقه الاولانيين، فالموضوع فرق. فهو القصه كلها ان انت ازاي تعد اللاعب نفسيا وذهنيا ان هو يقدر يحافظ على لياقته ال 90 دقيقه عشان قراراته دايما او في المعظم تكون صح مش غلط. طيب صبري خلينا نروح شويه سريعا نحاول نلحق عشان برضو الوقت، دوري ابطال اوروبا وعندك بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ومباراه هتقراها ازاي الاياب؟ مباراه كبيره جدا وعظيمه، يعني النهارده متوقع ان احنا نشوف كوره حلوه جدا. الماتش انتهى 1-0 صحيح في فرنسا، لكن كل شيء وارد. باريس عنده ميزه مهمه جدا وهي غياب نيمار النهارده الحقيقه، يعني دي ميزه. ميزه ليه بقى؟ ميزه جدا، لان لما بيلعب نيمار وميسي ومبابي والثلاثه معلمين، فالثلاثه ما بيقدموش اي ادوار دفاعيه خالص، فده بيأثر جدا على المردود الدفاعي بتاع باريس. غياب نيمار، حتى الثلاثه دول لو اشتغلوا كما ينبغي المفروض محدش هيجي ناحيه الدفاع اساسا، يعني فريق منافس ايا كان مين هو مش هيوصل لمرحله الدفاع. ما ده لو بتلعب فريق اقل منك، انت بتلعب بايرن ميونخ اللي هو زيك يعني بنفس مستوى القوه، زيك بس مش قوي. لا ازاي؟ لا باريس سان جيرمان وضعه اسامي، يعني في اسامي، انما الاسامي يعني النجوم، يعني كم من نجوم عمره ما بيصنع فريق جيد. الفريق جيد محتاج زي ما محتاج نجوم محتاج شغيله. افكرك بال حتى باريس سان جيرمان نفسهم اول ما عملوا التعاقدات دي كلها كان ينطبق عليهم المواصفات اللي انت بتقولها بالظبط. يعني لو نفتكر كده اول الالفينات الجلاكتيكوس بتاع ريال مدريد، لما ريال مدريد بدا يستقدم كل نجوم العالم، زيدان وفيجو ورونالدو ومش عارف، يعني كم من النجوم غير طبيعي. وبعدين قرر ان هو يزود، فاحنا هنجيب بيكهام. فنجيب بيكهام مضطرين نستغنى عن لاعب عندنا نبيعه، فبعنا اهم لاعب في المنظومه اللي هو ماكاليلي اللي هو كان الشغيل اللي كان بيغطي على كل النجوم دي دفاعيا. فلما شلناه وجبنا بيكهام وبقينا 11 نجم في الملعب، انهينا الدوري رابع، او ريال مدريد انهى الدوري رابع. فهي عمرها ما بتتقاس بكم النجوم على قد ما بتتقاس انت محتاج ايه. الفرقه كلها معلمين وكلها نجوم وبتاع، ده مش ضمان خالص ان انت تكون كويس، بالعكس ده ممكن يكون شيء سلبي. انما زي ما بيكون في نجم حريف بيقدر يخلص، وممكن تقدر زي نيمار مثلا او ميسي او مبابي ان هم ما يرجعوش يدافعوا في مقابل ان هم هجوميا مؤثرين جدا، انت محتاج ترسانه تانية وراهم تقدر تدافع. فلما يبقى ثلاثه، الثلاثه اللي قدام والكره اتغيرت، انا بكلمك دلوقتي احنا في 2023 مش سنه 2000، الكره اختلفت خالص. فاللي كان حتى بيحصل قبل كده بقى صعب يحصل دلوقتي، ان الثلاثه اللي قدام ما بيقوموش باي ادوار، وانا بلعب 4-3-3 ما فيش حد فيهم بيقوم باي ادوار دفاعيه كتير قوي على الفرق. فعدم وجود نيمار النهارده هيخلي شكل باريس احسن.
لان باريس هيعوضه اما بلاعب جناح بيقدر يقوم بواجبات دفاعيه لانه مش نجم فهيرجع يدافع ما عندوش مشكله، يا اما هعوضه بلاعب تاني في خط النص زي فيراتي مثلا وبتاع، فهيكون الشكل بتاع باريس انا بشوف ان هو هيكون افضل. ده مش ضمان ان هم يكسبوا النهارده، هم في الاخر بيلعبوا بايرن ميونخ، انما انا شايف ان شكله النهارده باريس على الاقل شكله النهارده هيكون افضل من المباراه اللي فاتت. النتيجه بقى هتبقى ازاي؟ كل الاحتمالات وارده خصوصا بعد الغاء القاعده بتاعه الهدف بهدفين بره الملعب، ماتش هناك خلص 1-0 فاحنا مفتوحين على كل الاحتمالات، لكن اكيد ان احنا النهارده هنشوف مباراه خياليه. في اي غياب في البايرن ولا لا؟ لا النهارده استعادوا كمان ساديو ماني هيكون موجود لاول مره، هيكون موجود النهارده طبعا بمعنى ما اعتقدش طبعا ان هو هيكون اساسي النهارده، لكن هيكون موجود على الدكه. انما هم هجوميا برضو عندهم يعني جمال موسيالا ده من اللعيبه اللي حريف جدا، يعني كان له احصائيه مميزه قوي في كاس العالم اللي فات. هم المانيا طبعا خرجت من الدور الاول، انما كان لحد قبل النهائي كان اعلى نسبه مراوغات ناجحه في واعلى حد عمل مراوغات ناجحه في كاس العالم لحد ما ميسي ومبابي في الاخر عشان لعبوا عدد مباريات اكتر قدروا يتخطوا. الراجل في الدور الاول عامل 25 مراوغه ناجحه يعني، فهم هجوميا دلوقتي فاضل يعني حوالي دقيقه ونص. سريعا جدا كده برضو في ماتش تاني مهم النهارده توتنهام وميلان، توقعاتك ايه؟ بلا اي توقعات بحقيقه الماتش ده يعني برضو الفرص متكافئه متكافئه طبعا. ميلان مش في افضل حالاته لكن يبقى ميلان، وتوتنهام فرقه يعني انا اسف يعني ما تضمنهاش من هنا لحد باب الاستوديو يعني. اقول لك على حاجه لطيفه جدا، الانجليز مطلعين مصطلح شعبي كده بيحبوا يقولوه على الحاجات اللي هي يعني صيصه او الحاجه اللي هي تبان من بره حلوه لكن هي من جوه اي حاجه يعني ولا حاجه، بيقولوا سبيرسي، بيقولوا على الحاجه دي سبيرسي اللي هي جايه من اسم توتنهام هوتسبير، الحاجه اللي هي يعني ده توتنهام بتهان جامد في الفتره الاخيره. فهي فرقه صحيح تبان حلوه وتبقى تاريخ برضه وتعشم الناس ان هي تعمل حاجه، انما في الاخر بتبقى ما اللي هو الجمله الموازيه ليها اللي هو بالنسبه لنا احنا كمصريين من بره هلا بالظبط كده يعني حاجه شبه كده يعني. فهم فرقه فيها لعيبه كويسه وفرقه لما بتكون في حالتها بتقدم مباريات كبيره جدا وممكن تكسب اي حد، انما ده مش متاح دايما. فالنهارده النتيجه يعني النتيجه اللي حقيقة ممكن يكسبوا بالمناسبه، بس حتى لو كسبوا ممكن تلاقيهم خرجوا من دور الثمانيه بشكل وحش يعني، وممكن النهارده ما يقدموش لقاء كويس خالص ويخسروا بنتيجه كبيره، هي فرقه ما تضمنش خالص يعني. ادينا هنتابع ونشوف. بالظبط. نورتني يا صبري، بشكرك جدا. شكرا لك. شكرا سي على وجودك معانا، وان شاء الله نشوفك على خير بعد كده باذن الله. وخلونا نطلع فاصل اخير يا حضرات ونرجع عشان نستقبلكم في ثالث واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده، وهي فقره طبيه مسجله. كان ضيفها الدكتور باهر السعيد، ونشوفكم على خير ان شاء الله.